أحد الزملاء الذي صدح أولا بقول حقيقة، حقيقة أساسية، طالما غرد مجموعة من الأشخاص ومن اعتبروا أنفسهم جمعيات حقوقية وبعض السياسيين الذين لفظهم التاريخ ولكن يريدون أن يقولون للرأي العام لازلنا أحياء نرزق بفضل هذا الملف. كل شخص كان قد توارى عن الأنظار بهذا الملف ولا بغي يبرز ويظهر ويدلي بدلوه في واحد المجال اللي هو مجال سلطة قضائية، مجال قضاء، طالما ناضل المجتمع المغربي من أجل أن تصبح السلطة القضائية مستقلة عن جميع السلطات الأخرى، ولكن للأسف بعض السياسيين يريدون أن تكون لهم سلطة على هذا القضاء حينما استقال على السلطة التنفيذية. اليوم دفاع المتهم لمدة ساعة أولية وهو يؤكد على أن هذه المحاكمة كانت محاكمة عادلة، جميع شروط المحاكمة العادلة توفرت في هذا الملف، وأن أعطي لهذا الملف أكثر من حقه لكلا الدفاعين في تقديم جميع دفوعهم بكل أريحية، وأفاضت واستفاض الدفاع مع يعني المحكمة وأريحيتها في التعامل مع هذا الملف وإعطاء كافة الضمانات حتى تمر هذه المحاكمة وفق الشروط التي تنص عليها المواثيق الدولية في جميع المحاكمات. إذن هذه أول نقطة تسجل اليوم على لسان دفاع المتهم، كما أنه بالفعل يعني أشاد بدور النيابة العامة بدور جميع الزملاء في المناقشة مع بعض، يعني كانت واحد الانفلاتات، كانت بعض الأمور التي كانت خارجا، ولكن في عمومية الأمر أن جميع شروط المحاكمة العادلة كانت تتوفر في هذا الملف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أن حينما يتم يعني التشكيك في بعض الأدلة ووسائل الإثبات يجب الإدلاء بما يدحضها. لحد الساعة لم يتم الإدلاء بأي وسيلة تدحض كل ما جاء سواء على لسان المصرحات أو الأدلة التي جاءت بها النيابة العامة، خصوصا وأنتم تعلمون بأن مجرد التشكيك في الفيديوهات دفع بالمحكمة أن تحيل الأمر على خبرة. الآن نفاجأ على لسان دفاع المتهم أنه يشكك في جهاز الدرك برمته، مختبر الدرك الذي أقام الخبرة. كيف يشكك؟ يعتبر كيف تم اختيار ثلاث ضباط للقيام بهذه المهمة؟ إيوا إذا ما تختاروش هاد ثلاثة، أي واحد تختار من طرفهم غادي يتم التشكيك فيه. يقال بأن هاد الضباط لم يكونوا قد أدوا اليمين القانونية، ولكن المحكمة أحضرتهم قبل أن يكلفوا بالمهمة أو تسند إليهم الوثائق التي يجب القيام بالخبرة عليها، أدوا اليمين القانونية ومحاضرهم موجودة في الملف. ثم يزعمون بأن إشادة النيابة العامة بالكفاءة التي يشهد لمختبر الدرك الملكي بها فيه إيحاء بأن النيابة تعرف من قام بهذه الخبرة، وبالتالي أن ما كاينش الحيادية في هذه مسألة الخبرة. الدفاع طيلة هذه المناقشات كان يركز على جريمة التجار في البشر، ويبدو بأنه غير مستوعب للنص القانوني ولعناصر وأركان جريمة التجار في البشر، ولكنه لم يناقش الجرائم الأخرى، لم يبرئ متهمه أو مؤازره من الجرائم الأخرى، تم التركيز طيلة المرافعة على جريمة التجار في البشر، في حين أن المتهم متابع كذلك بالاغتصاب، متابع محاولة الاغتصاب، متابع بالتحرش مع ظروف تشديد. كل هذه الجرائم لم تناقش، وحينما نقول بأن المتهم بريء لا نناقش مبالغ المطالب المدنية، لا نناقش مدى أحقية المطالبة بالحق المدني في تلك المبالغ، هل هي مضخمة، هل هي خيالية، هل هي غير ذلك. مباشرة حينما نقول براءته نطلب من المحكمة الحكم بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، في حين أثناء مرافعة الزميل الذي ينوب عن المتهم لمناقشة المطالب المدنية بدأ يصف إحدى الضحيات المتواجدة في الفيديو،
في الوقت الذي كانوا يقولون بأن الفيديو غير واضح، الفيديوهات غير واضحة ولا تبدو الصورة، بدأ يتحدث على أن إحدى الضحايا تبدو وهي تلبس ثوبان من النوع الرفيع، وأنها وبدأ يصف في بعض الأشياء. إذن يا إما أن الفيديوهات صحيحة وقائمة وأن الصورة كانت واضحة صوتا وصورة، وأن من يظهر، بما أنكم تقرون بأن الضحايا هن من يظهرن في الفيديوهات وتصفونهم، إذا المتهم هو من يظهر، لأن منذ البدء نقول بأن صورة المتهم واضحة. كاين مسألة ديال التشكيك، محاولة التشكيك، لأن ما الغاية من التشكيك؟ على أساس أن القانون أن الشك يؤول لفائدة المتهم، لذلك جاء بحكاية أن من يوجد في الفيديو هو زوج أسماء الحلاوي، هو المرابط. الجميع يعلم بأن زوج أسماء الحلاوي ما كاين بينه وبين المتهم ولو ذرة تشابه. زوج أسماء الحلاوي شخص ضعيف البنية، رقيق، أسمر، يعني لا توجد وسامة توفيق بوعشرين في شخص، لا لون ولا طول ولا بنية ولا أي شيء من هذا القبيل يمكن أن نقارن بينه وبين المتهم الذي كان يظهر يعني بوضوح في جميع الفيديوهات. وبالتالي تبين اليوم بأن دفاع المتهم لم يستطع أن يدحض ما جاء في الملف من وسائل إثبات ومن تصريحات للضحايا وللمصرحات، مما يجعل بأن الجرائم ستظل يعني قائمة، وبأن الملف وصل إلى نهايته التي غالبا احنا كيبقى دائما أن القرار هو قرار للمحكمة، ولكن كدفاع المطالبة بالحق المدني وبناء على ما رجع أمامنا وبناء على وسائل الإثبات التي ناقشناها وبناء على وسائل الإثبات المدعمة التي أدلينا بها واستحضرناها للمحكمة وأدلينا بها وأكدنا على أن كل ما جاء في تلك الفيديوهات وكل ما جاء في تصريحات الضحايا هو ثابت بناء على الحجج التي أدلينا بها، ستكون كل الجرائم التي نسبت إلى المتهم والمتابع بها قائمة، وسيكون الحكم غالبا فيه الإدانة ضد المتهم، وسيكون لفائدة المطالبة بالحق المدني.